اليوم لو خيروك. هلا اذا انتم جداد بالقناه وهذا اول فيديو بتشوفوه على قناتي، رجاء لا تنسوا تشتركوا بالقناه. كيف؟ كثير سهله، ضغطوا على زر اشتراك احمر تحت وكمان ضغطوا على الجرس. اذا انتم مشتركين ضغطوا على الجرس لانه يوم الاحد رح نزل مقلب لازم تشوفوه. كمان اليوم عاملين لو خيروك. هلا لو خيروك انا بعرف انه كثير بتحبوه، اليوم عاملين لو خيروك. طبعا لو خيروك مع مستر شنب، طبعا حسن او مستر شنب هو عنده قناه على يوتيوب، انا صراحه كثير بحب قناته، فيها كثير شغلات حلوه، تحديات ومقالب وقصص كثيره. السلام عليكم، انا حسن، عندي قناه باليوتيوب اسمها مستر شنب، انزل فيها تحديات مقالب اشياء مضحكه واسوي مسابقات مره كبيره. في رابط تحت في الوصف حاطتها نور، رابط قناتي، اضغطه شوف قناتي ممكن تعجبك وان شاء الله تعجبك، واشترك قناتي عشان تشوف كل شيء جديد، ولا تنسى تشترك القناة. ها نبغى نوصل كذا 4 مليون قبل رمضان، فبس يلا ننتظركم في لو خيروك. ننتظركم لو خيروك، قلت يلا مسوي لو خيروك. خلونا نبلش باول لو خيروك. جاهزة يا نور؟ اول لو خيروك، لو خيروك تنزلين صورة في الانستغرام تقولين انا اشقانة او تشربين شامبو. اشتكي اول وخيرك جلد. صعبة. هلا فكرة الشامبو يعني مسممة، بحس رح اتسمم اذا شربت شامبو، وفكرة انه انشر صورة واقول انا عشقانة يعني انا مش عشقان نو. فانه انشر صورة اقول هالشي يعني ممكن كمان تخرب لي فرصي بالمثلا، ممكن عريس يكون مستقبلي يعني عم بتابعني وفجأة يشوف انا عشقانة فيعمل لي انفولو وبقى ما بده يخطبني ولا بده بس طبعا اذا حطيت حياتي على كفة وعلى الكفة الثانية انه اعمل تحدي مثل هي الصورة، اكيد رح اختار انه نزل الصورة، لهيك رح روح مع الصورة. نتصور صورة نتصور نتصور صورة نتصور نتصور صورة صورة وانا حزينة. على فكرة كنت حابة اشيل هالمقطع من الفيديو بس بعدين يعني اطلعوا انه ليكوا كيف نتصور نحن البنات، انه ايه مركزة كتير يعني عندي مهمة صعبة انه التقط الصورة المناسبة. الله يستر الله يستر، العالم شو رح يكتبوا تحت هاي الصورة. الله يسامحك يا حسن، خايفة انشر الصورة، مش خايفة يعني انه محرجة يعني هلا العالم شو رح يقولوا؟ اوكي عشقي عشقانة عشقي عشقي بستين داهية يعني اشتغلنا نحن لتقولي لنا ما؟ انه انا عشقانة. نزلت الصورة. خيار الثاني، لو خيروك تصفقين اخوك كف او ترقصين رقصة سعودية. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. هلا شغلة انه اسطر اخوي كف مستحيل لانه نايم عنده مدرسه، فاذا لمسته هلا البيت نو ماما راح تموتني. الخيار الثاني ممكن بس ما بعرف شو راح يطلع معي، فالله يستر نروح نشوف شو راح يطلع معي بالرقص السعودي ونرجع. رح نرقص على شيله اسمها يا دبه. طبعا هي اهداء مني لكل بنت زايد وزنها. راسي صار وجعني، نصيحة ما تعملوا هيك. هذه الاغاني اللي تفتح النفس كله. انا هون لساتني. المهم ثالث لو خيروك. لو خيروك الثالثة تشربين عصير طماط مع بيبسي او تكسين على راسك بيض. لكون معكم صريحة، ما عنا لا بيبسي ولا عصير طماطم بالبيت، لهيك رح روح مع الخيار الثاني. وكمان لانه البيض مفيد للشعر يعني هيك هيك نحن بنحط بيض على شعرنا لنغذي، فيعني يعتبر عم اقنع حالي انه شيء منيح يعني نعمله ونرجع. دقت ساعة الصفر وحان وقت البيض على الشعر. رح اعمل هيك انه اكسرها وحطها هون بعدين حطها من هون على الشعر، لانه بحس اذا هيك عملتها رح توقع على الارض دغري. ف ويت، مين بيعرف يكسر بيضة بايد وحدة؟ فك
سيئة بحياتكم ما تشموا بيض. هيك مشان تشوفوا انه في عندي شعر ولكن شايلته هيك ما بتضحك. اخي يراك الرابع هي يمكن مو ما ادري هي قويه ولا لكن احس انها فيها نذاله فيها شيء كذا. لو خيرك تفرشين اسنانك بكاتشب او تفرشين اسنانك في مايونيز؟ والله صعبه. اي والله صعبه. انا المايونيز يعني باكله احيانا شوي نتفه، اما الكاتشب فبحبه كثير فرح، بس ولا بحياتي طبعا فرشت اسناني بكاتشب. فرح نشوف التجربه هاي ونرجع. للاسف هلا اجى الوقت انه فرش اسناني بالكاتشب. والله فرشايتي غاليه شكلها ما راح تشتغل بعد هلا. على فكره كمان راح احط بتمي فوقه. لو خيروك الجاية رح خليك تاكل مايونيز. رح فرجيك. اهلين اجا وقت خامس. لو خيروك، لو خيروك تسوين مكياج لكن مو باي مكياج، تسوين ابشع مكياج في وجهك، يعني تسوين مكياج مخيس مرة مخيس، او تشيلين شعرة من حواجبك، مو بشعر يعني خمس شعرات كذا في حواجبك. ها المس حواجبي مستحيل مستحيل، اللي شعرك كله ولا نتفه من حواجبك. الحاجب لا لا بيج لا، يعني نو 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 نو. اما شغله الميك اب البشع فسهله، يعني مش سهله صعبه، بس انه رح اعملها اسهل من انه طير حواجبي او ولا شعر ولا نتفه الا الحاجب. فنعمل الميك اب البشع ونرجع. رح ناخذ الحمره الحمراء ونحطها على الجفن، رح تعطي منظر فظيع، تخلي عيونكم كتير حلوة، وكمان انزلي لتحت العين واسحبي هيك مثل كأنك عم تعملي اي لاينر عادي جدا. فيكي تاخدي نفس هاي الحمرة وتحطي شوي هون وشوي هون شوي هون وشوي هون وتدمجي بأصابعك، بيعطي حمرة هيك خدود كتير طبيعي اللون بيكون كتير. هلا فيكي تغمقي عليه شوية ايش يعني هيك بلاشر، بس انه بحس هيك طبيعي المنظر احلى. بتزيدي شوي احمر خدود. هلا اكيد الكونتور كتير مهم، لهيك بنفس الفرشاية اللي اخدت فيها احمر الخدود تاخدي هيك درجة بنية غامقة وتحطيها هيك، وما بيأثر اذا كترتي، يعني بالعكس زيادة الخير خيرين. وكمان بهاي المنطقة هيك الحمرة حطي ادنادك كتري وطلعيها فوق الشفايف مشان يبينوا شفايفك كبار، لا نفخ ولا تجميل ولا عملية، هيك وخلصنا. اوه شو حلوة وخلصنا. هيك رح تجنني كل الناس بجمالك المبهر. ليكو شعري شو وقف من البيض، وقف شعري البيض خلاه واقف. بتمنى عجبكم هاللوك. سو هدول كانوا كل خيارات لو خيروك لليوم. بتمنى عجبكم الفيديو وحبيتوا. بليز رجاء اذا هلا ما اشتركتوا بالقناة اشتركوا، واذا ما عندكم حساب اعملوا حساب كتير سهل واشتركوا وضغطوا الجرس لتوصلكم اشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي بنزلها. وكمان تعوا يوم الاحد رح نزل فيديو مقلب لازم تشوفوه. صلي فترة إذا متابعيني على انستغرام تابعوني، إذا مش متابعيني اسمائي تحت بصندوق الوصف. صلي فترة عم فرجيكم او عم بحكي لكم عن مقلب رح ينزل يوم الاحد، فاستنوه ولا تنسوا تروحوا تشوفوا الفيديو تبع حسن باول صندوق الوصف. وبس انا نور بحبكم خيرات الله. بشوفكم وين وامتى بالفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.